ممكن نشوفها من باش بالذات لانه قاعد يلعب ضد جرينينجا، فهذا يعتبر يعني ماتشاب صعب نوعا ما، لكن الابستات مش غريبه على باش. شوف حاليا جيم نمبر 1 على بوكيمون ستاديوم 2، جرينينجا فيرسز كينج دي دي دي. جرينينجا فيرسز كينج دي دي دي. طبعا عبد العزيز اعطانا نبذه عن هذا الجيم قبل ما يبلش، قال ان في امور كثيره لازم ينتبه لها من ضمنها الليجي ترافينج. وشوفنا حاليا من حيث الدمج باش متصدر بشكل كبير، تقريبا فارق 65% صارت تقريبا 70% حاليا يمسك الفورد سماش، لكن كانت انسيف على الشيلد. سوجي كينج يستمر بالبنش 37% بالمقابل 32 يضغط عليه بالباكير. باش يرجع على طرف المرحله يستمر بالضغط سوجي كينج. شوف حاليا نوترال اير حاول انه يكمل الكومبو لكن ما قدر، شيلد جراب. بنشوف الحين حلو استخدام الجوردو في الليدج ترافينج، حذفها مره ثانيه 130% تقريبا. باش ما قدر يخلصها ويخلصها بالابتلت، ياخذ الستوك الاول في هذه المباراه. شوف حاليا انه هو اوف ستيج، راح نشوف الليدج تراب من عبد العزيز. نوترال اير ما قدر انه يستغل الفرصه، حلو الفورد ثرو. نشوف حاليا وش الخيار راح يكون، 109% حاليا على كينج اب تلت. حاول انه يستمر بالضغط باستخدام الاب اير لكن ما توفق فيها، اب سماش ما فلحت وياه. نوترال اير ما قدر يلاقي الكونفرشن، البرسنتج جدا 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 عالي على باش الحين. سوجي كينج حلو استخدام الاب بي على اساس انه يخرب عليه الريكفري، من ثم يبنشه بالباك اير جدا جدا جميل. نوترال اير يرده على او خارج المرحله. الحين بنشوف بانش باك اير، لولا سوى الاير دوج اعتقد انه كان عايش. حاليا عبد العزيز قدر انه يتمكن من تخليص الستوك ورد الدمج ايفن 42% على كينج دي دي دي. شو حاليا فارق برسنتج 10%. سوجي كينج قاعد يضغط على اوكسيدايزد او عفوا على باش، كذلك باش قاعد يستخدم الجوردو انه يرد عليه. نير ترين كومينج ثرو من سوجي كينج، فارغ البرسنتج حاليا 50%. سوجي كينج ماسك وسط المرحله، طبعا هذا ذا موست ادفانتج بوزيشن عندنا في الجيم، لان انت كل ما كنت ماسك وسط المرحله كل هذا الشيء كان بصالحك اكثر، لان انت تقدر تدز خصمك لطرف المرحله ومن ثم تحقق ليجي تراب اوبورتونيتيز او ايدج جاردنج اوبورتونيتيز، مما يساهم في تخليص الاستوكات. حاليا فارق البرسنتج 60% داون تلت انتو فور دير 90% ديفرنشال حاليا. حلو نوترال اير كونفرجن اب تلت جدا 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 جميل. حلو الباكي، حلو حلو استخدام الكاونتر. اب ثرو انتو اب اير، حلو فور دير، حلو استخدام الاب اير. سوكي كينج قاعد يضغط بشكل كبير، قدر انه يرد الدمج كامل ومتصدر من حيث الاستوكات كل هالاكسترا كريدت. راح نشوف سوكي كينج وش يقدر راح يحقق، ماسك وسط المرحله حاليا قاعد يدور الاوبورتونيتي او الفرصه انه يخلص هذا الستوك. باش يدور فرصته للحياه ويلاقيها، اخر ستوك حاليا في هذا الجيم الاول. باش 134% يرجع للمرحله. سوجي كينج يحاول الحين يخلصها لانه هو عارف مع هذا الريج على كينج دي 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 اي شيء ممكن يحصل. طبعا هذا الباك اير اللاق عليه جدا جدا قليل بالذات مع الكانسل، حاول انه يلاقي داون داون كونفرجن من الداون تلت لكن ما فلحت وياه. داون تلت فور دير هالمره ضبطت وياه 160%. تراجع من سوجي كينج كبير كبير، لكن يرجع بالفورد اير وباش يعيش. كينج دي 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 شخصيه ثقيله جدا، من اثقل الشخصيات في هذه اللعبه من حيث الوزن. فورد اير ثانيه راح تذبح، وسوجي كينج يتصدر بنتيجة هذه المباراة بنتيجة 1-0 في هذا الجيم البست اوف 5 في اللوزرز كوارترز من ضمن بطولة اوريدو نيشن الاسبوع الثامن في الموسم الثالث من هذا الدوري.
طبعا هذا الجيم بيست اوف 5 بما معناه ان اول لاعب يتصدر بثلاث نقاط يجتاز هذه المرحلة من البراكت. نستمر بنفس المرحلة ونفس الشخصيات بوكيمون ستاديوم 2. نشوف ان الجيم من حيث الاستوكات كانت ايفن نوعا ما، ونشوف انه بلش بشكل سريع دبل اب تلت، لكن سوغي كينج يرد عليه ويتصدر من حيث الدمج زيادة 39% بالمقابل 48% حاليا 57. يستمر بالضغط دبل ابير انتو باكير 77% على كينج دي 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 حاليا. دي 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 من الشخصيات اللي بسهوله جدا ممكن تسوي كومبو ضدها لان هي فلوتي، فيتم في الهواء بشكل كبير، بالاضافه الى وزنه الثقيل هذا معناته انه تقدر تسوي له كومبو بشكل جدا جدا سهل. سوغي كينج كان يعاني انه يلاقي الستوكات، او سوري كان يعاني انه يلاقي الداون تلت ما قدر يلاقيها نوتر الاير 15% ديفرنشل. يرجع بشكل هجومي اكثر باستخدام الابي داون تلت انتو فورد سماش. قرا الاير دوج بيرفكتلي عزوز، مش ممكن مش ممكن. يتصدر بنتيجه 3 ستوكات 95% حاليا على جرينجا. حلو استخدام الابير. يستمر بالضغط داون ثرو. شوف حاليا حلو الاب سماش، مؤلمة مؤلمة تعور فعلا. فارق البرسنتج حاليا 40% 52% على كينج دي دي دي. حلو استخدام الابير من باش. واحدة ثانية رد الدمج بشكل كامل، حلو الرد السريع داون تلت. عزوز يمسك وسط المرحلة ومن ثم يتراجع يرد على الجوردو. استمر بالضغط، أول مرة أشوف الهايدرو باب ترجع، غريب جدا الانتراكشن كان. ولا داون تلت انتو ان اب سماش كونفرجن جدا جدا جميل من عبد العزيز، ويتصدر من حيث الاستوكات 71%، لكن اي شيء ممكن يحصل الحين 94%. اذا نشوف ليجتراب بطريقه معينه ممكن نشوف نهايه استوك عبد العزيز. نشوف يروح للطرف الثاني من المرحله، استخدام الجوردو جدا جميل، ما قدر يلاقي الفورد سماش من بعدها، كان يقدر يذبح 154%. اي ضربه ممكن تذبح الحين. حلو الداش اتاك ويضغط من ثم باستخدام الفوردير. حاليا العزيز وشو راح يحاول يسوي؟ العزيز راح يحاول يخلص هذا الستوك بشكل او باخر، ويرد عليه باش بالاب اير ويخلص هذا الستوك 46% عليه. طبعا اي شيء ممكن يحصل الحين في هذه المرحله، الدمج مش جدا عالي على كينج دي دي دي، فاي شيء ممكن يحصل حاليا. اب ثرو انتو ان ابير انتو لير انتو باك اير. شوف شو ممكن راح يحصل، يرد الشركن عليه. طبعا هذه الحركه ريفلكتر للانهيل على فكره مثل بي من كينج دي دي دي. فرق بسنتج الحين 60% مثل اير انتو فور دير. هذه النهايه، لا يعيش 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 يعيش. يعيش 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 يعيش. سوغي كينج يتصدر من حيث النتيجة في هذه المباراة 2-0 حاليا، باقي بس جيم ويتصدر ويضمن حق روعه مكان في اللوزرز سيمي فاينلز، اللي راح يكون خصمه الخسران من جيم الوينرز فاينلز. خلنا نشوف الحين. ثري ستوكس تو ثري حاليا 42% بالمقابل صفر. سوغي كينج متصدر من حيث الدمج ويضغط على باش حطه في طرف المرحله ويرده وسط المرحله ويستمر في الضغط عليه. يرد عليه باش بفور دير انتو فور تلت. اب ثرو اب اير حلو يلاقيها، رد الدمج بشكل كامل، حاول يستمر بالضغط باستخدام الاب تلت لكن ما قدرت. فور تلت حلوه من عبد العزيز ومن ثم الفور دير. ليج تراب اوبورتونيتي حق سوغي كينج. فورد ثرو استمر بالضغط، حلو استخدام الشركن وحلو استخدام الهايدرو بامب كذلك. حاول انه يلاقي البيفت كراب لكن ما تمكن من انه يحققها. حاليا يرجع بالنوتر الاير باش
133% برسنت يعتبر نوعا ما عالي، لكن بحكم وزن كيك دي 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 ما راح يقدر يتخلص من الستوك بشكل سهل. حلو الداون تلت انتو اب سماش لقد ما قدر يخلصها. بانش نو بانش ولا 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 فورد سماش رو فورد سماش النوترال مش ممكن. 138% حاليا على باش وانتظر الاير دوج وحقق الفورد سماش من بعدها. Very very nice clean gameplay من سوغي كينج. Double back air 30% hydro pump فارق البرسنتج 20%. Up air حلو داش اتاك انتو فورد اير. جميل جدا نشوف حاليا حلو 118% حلو نايس أفير حلو فورد ثرو نايس داش اتاك على اللج. .42% حاليا نايس داون تيلت انتو فور دير 1 ستوك تو 1 حاليا فارق البرسنتج 20% اب تيلت انتو اب اير ما قدر يحققها. حلو الباكير 13% ديفرنشل نايس داون ثرو انتو فور دير نايس داون ثرو فارق البرسنتج حاليا فوق 50%. اي شيء ممكن يحصل هذا الجيم اني وذ بانش من كينج دي 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 ممكن يخلصها فورد ثرو ليج تراب اوبورتونيتي. حلو استخدام الشركن السريع من جرينينجا حلو راح يحطها في ايدج جارد اوبورتونيتي. جوردو ما قدر يحقق شيء منها طرف المرحله. نيوترال اير راح يدور الابير ما قدر يخلصها. دبل نيوترال اير 80% والا الفورد سماش. جيم كان اخر جيم كان حده 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 كلوس ولكن عبد العزيز خلص هذا الجيم بجداره وبقوه بنتيجه 3-0. نقول هارد لك حق باش ضمن حق